كل سنة أخفف من سنة، والحمد لله رب العالمين وضع العالم كله تحت الصفر. كنت بيع 3 قنينة ب5000، 3 قنينة من إيدول لتر ب5000. هلأ عم تبيع القنينة ب120,000، رمضان بدك تبيعها ب100,000، وهيك الهم، هيك الهم، كل شيء غلط. هذا اليوم كيس البلاستيك كنا نجيبه ب$4، اليوم $8، والدولار بتعرف أنت اليوم 90,000. يعني وضع العالم كله، نحن بنجهز من السنة للسنة، كنا نشتغل بس رمضان، عم نفتح من السنة للسنة، لأن الأمور العالم كلياتها وضعهم كتير سيء. يمكن في عالم الصوم 24 ساعة، لأن ما في شيء إنه إلى يوم بهالشهر الفضيل. العالم لما بيجي الشهر الفضيل تتفائل فيه، بتصير إنه بدها تتعاطف مع بعضها أو تدير بالها على بعضها. بس شايف لك هلا التجار السلعة اللي كانت سعرها خفيف صارت 3 أضعاف. يعني الفقير اللي كان عم يشتري ب20,000 ليمشي حاله يومي، صار بده 100,000 لحتى يمشي حاله يعمل له صحن سلطة. كمان ما بيعمل له صحن سلطة، بده يجيب خيارة وحبة بندورة يمكن يعملها على يومين. بلش من اليوم أو من امبارح بشكل غلى بشكل منه طبيعي، والشعب فقير، والشعب ما معه يشتري، والشعب ما معه ياكل، ونص العالم عطلة عن العمل. يعني هذا شيء والله ما بيجوز. الزعماء لازم تتلفت بالشعب، ما بس يقولوا، كمان الشعب اللبناني تلفتوا، بالشعب السوري، بالشعب الفلسطيني تلفتوا، بهالأمة الإسلامية كلياتها. يعني فايتين على شهر رمضان، إذا من أول يوم نحن عم يصور عنا حوالات مثل هلأ نسبة غلاء منها طبيعية، هذا شيء حرام، هذا شيء ما بيجوز. بديك رمضان كان حلو، واللي قبله كان أخف، والأزمة الاقتصادية معروفة يعني على العالم كله، على السوري وعلى اللبناني وعلى الكل. إن شاء الله منقول رمضان إن شاء الله يكون حلو علينا، هذا بإذن الله علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد أجمعين. بيجوا على رمضان بيقصوا فيه، بس على رمضان بيقصوا فيه. مين هن التجار بشكل عام؟ التجار الكبار طبعا، ما التجار اللي عنده محل صغير أو هيك، التجار الكبار هن اللي بيعملوا هذا الأزمة، والله يفرج علينا. يعني من سنة لسنة بتجي الأوضاع أصعب وأصعب. يعني بالنسبة لصحن خضرة، فواقع، فتوش أو سلطة، وهي أسعار غالي جدا، كل سنة عن سنة بزيد الأسعار.